قريبكم المارو بدرام يتعادل للولفز بروعك تاوت ببر وكرة وفرصة يا إلهي النصر والتعاون وقمة هذه الجولة بين الفريقان ليقدمان موسم كبير جدا. النصر الذي يترفع على صدارة ترتيب الجولة أو الدوري قبل انطلاقة هذه الجولة ضد فريق التعاون الذي يبلي بلاء حسنا في هذا الموسم بغض النظر عن خسارته في المباراة الماضية ضد الفتح هدف مقابل هدفين. هنا في ملعب مرسول بارك وسط هذه الأجواء الكبيرة للغاية وسط هذه الحضور هذا الحضور الجماهيري النصراوي في ملعب مرسول بارك وأيضا أمام ضيف ثقيل في هذه الجولة. لكم أن تعلموا أن التعاون هو الفريق الوحيد الذي هزم النصر في هذا الموسم، ذلك حدث في مباراة الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم وفي الجولة الثانية. تشكيلة الفريقين اليوم بالنسبة لكريستيانو أمام أكثر وبعد ذلك تغطية تدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو حاليا يملك 40 نقطة مع الاتحاد. كريستيانو محاولة كرة رونالدو تسديدة كرة لكن خطير الكرة من جانب يسار خيمة وعدت على يمين حارس المرمى أخطر محاولة صرفية وأول بداية في هذه الأمسية الكروية من جانب كريستيانو رونالدو بدالي أنه بدأ يتأتح وكل من الهجمة لمصعة النصر عربية حلوة خطيرة لكن عمرها تقوي في بداية أحداث هذه المباراة. مباراة تبدأ بقوة كبيرة من جانب النصر في هذه الدقائق بالذات مع هذا الضغط مع هذا الهجوم التمريرة لكنها بعيدة من لبس السلامة الشاعر سامي النجعي تعرض لإصابة في اللقطة الماضية. اليوم تاريسكا على دكة البدلاء في قائمة شباب و37 نقطة للنصر. طويلة الكرة محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب غريب بكرة عبد الرحمن غريب جول نصراوي غريب خطف فبروة كبيرة وأنهاها بشريب وأنهاها بشكل جميل. الله الله غريب يا عيني غريب. النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد عبد الرحمن يبحث عن التمرير تأخر وبعد ذلك الأزاز يحافظ على كرة ما زاد تسديدة وكرة مرت بمحاناة القائم. حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصعد علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكرة الأخيرة النصراوية لمهدي يبحث عن حل عن تمرير كرة أمامية خطيرة وفرصة الابعاد تبقى نصراوية. سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديدة لكنها في يد الحارس. أقول لك الماضية قوية من جانب تبقى نصراوية قوية من جانب سالة يبعدها العقيدي بقبضة يده لا زالت في مصاعد تعاون في هذه الأثناء ضغط لزملاء توفر في هذه اللحظات. كرة تصل إلى كاكو كاكو بلمسة على جهة اليسار في مصاعد في هذه اللحظات في مصعد عزازي لكن بعيد الكرة وزل محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة المارو بدرام يتعادل للولفز بروعك الولفز بروعة كبيرة 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 بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية ولا كبيرة كبيرة ونهاية ولا بل في اللقطة الماضية تمكن المارو بدران لمصلحة الولفز من العودة إلى أحداث هذه المباراة. هدف ولا أجمل ولا أروع أتوقع أن يكون شخص وكبير. يا غريب يا غريب يا رونالدو الكرة وفرصة يا إلهي فرصة خطيرة لكريستيانو لكنها باعت على
غير العادة بعد على اعتاب المرمى بعد وقد كانت قريبة لكنها ضاعت الكرة الأخيرة عمل كبير جدا جدا من خطيرة سبيحة داخل منطقة التسامي بكرة وفرصة لكن عمل كبير بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين يا الله لمسة بالكعب حلوة باتجاه تاومبا على حدود منطقة التسامي تاومبا مر وكرة وفرصة تاومبا وكما لو كان النصر سجل هدف في هذه اللحظات بعد يا إلهي أي فرصة يا كريستيانو يا رونالدو لقطة الهدف مباراة صعبة للغاية ما شاربوا يحاول تمريره لمصعد كوستافو تسديدة وكرة وكرة مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة رونالدو كان في مكان التسلل يشوفه مرة أخرى تسديد وبعد ذلك حكم اللقاء بعد العودة إلا أو قرر العودة بنفسه لمتابعة اللقطة الحكم المساعد طلب الحكم مباراة وتعال تشوفها بنفسك تأكد من اللقطة عودة للفيديو بعد العودة للفيديو حكم اللقاء يشير إلى هدف نصراوي هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو مادو سجل هدفا غاليا ثمينا في هذه الأمسية بعد أن أخذنا مباراة ثانية للتأكد من هذا القرار هدف نصراوي تاليسكا خطفه تاليسكا بار باليسرى قوية لكنها في يده